هذا وشهدت مملكة البحرين استمرار الإقبال اللافت من قبل المواطنين والمقيمين في المملكة على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا. يأتي هذا فيما أشادت وزارة الصحة بالوعي المسؤول الذي يتسم به الجميع مع بدء الحملة الوطنية للتطعيم وحرصهم على الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع. كان التحدي على تجاوز جائحة كورونا وتداعياتها منذ بدايتها مرتبط بمدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبالفعل استطاعت البحرين أن تكسب التحدي وأن تكون من الدول السباقة في تجاوز واحتواء هذه الجائحة وجعلها تحت السيطرة. فالمواطنون والمقيمون أدركوا حجم المسؤولية فأصبحوا شركاء للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في محاربة هذه الجائحة. وتم بحمد الله أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، والحمد لله الأمور طيبة بدون أي أعراض جانبية. من هنا أنصح جميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكتنا الحبيبة بالمساهمة والمبادرة بأخذ اللقاح. لما تفضل سيدي جلالة الملك خلانا نتشجع ونقدم على هذه الأمر، وطبعا من دخلنا القاعة حسينا بالفعل هناك فريق كبير يرأسه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نبارك له بهذه المناسبة ونبارك له باختيار هذه الطواقم سواء كانت طبية أو من الفريق الوطني على رعايتهم لنا واهتمامنا منذ دخولنا هذه القاعة. أشجع وأحث جميع المواطنين والمقيمين للحضور لأخذ هاي التطعيم، لأنه في الأساس وقاية لهم وللمجتمع ولأسرهم بالدرجة الأولى. إن هذه لا يوجد بديل له إلا اللقاح والتطعيم. كل الشعارات التي أطلقها الفريق الوطني بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والتي كانت تؤكد العزم والثبات في نفوسنا أتت ثمارها، واليوم يأتي شعار معا ننتصر حتى يكمل سلسلة الانتصارات التي بدأتها البحرين في مكافحة هذه الجائحة. فالدعوة التي أطلقتها الحملة الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من فيروس كورونا والمتاح مجانا لكل مواطن ومقيم وبشكل اختياري لاقت إقبالا واسعا من المواطنين والمقيمين الذين لم يقرروا أن يتسابقوا في أخذ اللقاح حتى يساهموا في الحفاظ على أنفسهم ومجتمعهم فحسب، لكنهم أصروا أن يصفوا لنا تجربتهم الوطنية وأن يأخذوا زمام الأمر ويقومون بدعوة الجميع لأخذ اللقاح. من حطوا التطعيم انا اول مسجلين، والحمد لله اليوم خذيت التطعيم والحمد لله رب العالمين، ما في اي شيء. وانا اشجع الناس لازم تروحون، لازم نرجع حياتنا. الحمد لله اليوم اخذنا الجرعه الاولى، ونشكر القياده الرشيده على توفير الرعايه الصحيه الوقائيه المجانيه للمواطنين والمقيمين. والله انا اقول حق الكل، يعني جميع فئات الشعب، ان تعالوا وسجلوا. أنا سجلت من أول ما نزل الخبر، طبعا ما أعتقد في حد أحرص على مصلحة الشعب ومصلحة المواطنين والمقيمين أيضا أكثر من القيادة الرشيدة. إن الجميع لازم يعني يترك بعض الإشاعات الغير صحيحة، لازم نحرص على اقتناء المعلومة من مصدرها الصحيح، ولازم نساهم كلنا في حماية البشرية. يعني يا ريت الكل يكون عنده وعي كافي ان يؤمن بهذا بالشيء اللي قاعد توفره الحكومه، ويجي على الاقل ياخذ اللقاح علشان نحافظ على صحتنا جميعا. جلاله الملك الله يحفظ من اخذ اللقاح، يعني هذا سوى دافع كبير جدا لكل الناس، ان احنا لازم يعني لازم نتكاتف كلنا ونتبع الاجراءات. يعني الفاكسين ابروفد، فالمفروض ان كل الناس حاليا تجي تتطعم عشان يعني خلاص نتخلص من هذا المرض. بعد يعني ماكو داعي للاشاعات والتخوفات. نبغي ننهي المرض المنتشر او الكوفيد 19. المفروض الكل يتطعم، هاي حمايه حق عيالنا وحق الناس الكبيرين في السن وحق المجتمع كله. الوقاية خير من العلاج، فالسبيل اليوم لننتصر معا بعد رحلة طويلة في ساحة معركتنا في مواجهة هذه الجائحة هو أخذ اللقاح من جهة، ومواصلة الالتزام بإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من جهة أخرى. سهر عصفور لمركز الأخبار
تلفزيون البحرين.